تي اللي المطلبية متاحة اللي تنتهي فرحانة اللي جي تي تي اللي توا الخبزة نجم توصل 500 مليم فرحانة باش منيش فما حتى حد كان يخمم في البلاد كل واحد اللي جي تي تي يتخمم في منظورها تقول لي لوجيك لا 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 مش لوجيك انت يتخمم على الانتخابات وعندك كل واحد اقتطاع وكجو وعندك دولاب وفلوس وكرابكم جدد نحن يا خويا زويولة نحن اللي قاعدين نفرحوا صحيح معناه شنو الانتري باش تزيدني انا 500 دينار في الشهرية وبعدين نلقى الطاقة الشرائية متاعي تنقص بمليون شكون نربح ما ربح حتى حد لان احنا ربحنا لا الحكومة ربحت ربحوا كان الجماعة اللي بتاع الاقتطاع واللي عندهم وجود في الاعلامي وجود ويتكلموا يعطيونا في دروس ويلقنوا فينا في دروس وهما خلينا على دين محمد الحكومات هاي الحكم توان اللي وصلنا له 10 سنين وايادي مرتعشه وخشوميات مرتعشه وكلهم يرعشوا شكون يحاسبهم اشترهم تكنوقراط واشترهم لا نحكم واشترهم عمرنا ما حكمنا النهضه عمرها ما حكمت النهضه ما نعرفش يمكن بتاتر يا خويا استحملوا مسؤوليه مره تنحكيو بطريقه اخرى وش اسمه ذاك اسمه اللي كان عبير ووزير اول لا مش وزير اول مش وزير اول رئيس حكومه عفوا لا ذاك اللي قال الرقمنا عام 96 وليه قال الرقمنا معناها وباش طلعوا مضمون يفكرك في الشهد في الشهد هاي هذاك وينو هاكا تو بمبي ويعطينا ونحن وعملنا يا اخي الامبورسون اللي قلت لنا على عام كي قاعدين قاسيو فيها الوضع الكارثي اللي وصلنا له الوعود وال ديما الاقتصاد العام الجاي باش ينتعش باش ينتعش الاقتصاد معناها خليتلوش وانت مساحه باش ينتعش اقتصادنا يخدم في مصالح اقليه بارابور المجموعه كبيره به انا بكري قلت لكم اللي في سيستم ديمقراطيك الاحتجاج ما يكونش كيما في سيستم متاع ديكتاتورية خاطر كلكو بار في السبكونسيون متاع المجتمع يعرف اللي هو يتحمل في مسؤولية اختياراته الانتخابية اللي ساير توا كونه المجتمع التونسي والشعب بصفة كبيرة وهذا نسمعوه ونراه حتى في اللي ديسكوسيون فيقة نحاط مع الناس اللي تحكم هذه حاجة الحاجة الثانية الناس اللي تحكم تاو حكم تراهي عند 10 سنين وهي تحكم بطريقة أو بأخرى حتى اللي في المعارضة يحكم في البلاد هذي متعرفش ديجا شكون يحكم لعبد الكل تحكم أمام تاو لعبد الكل ما تحكمش أمام تاو دونك هو المسؤولية على عاتقهم تقول لي أنت ديكتاتورية ليه نحن مخلفات يا أخي قامت ثورة نحن حطينا الكونتور الزيرو بعد 2011 انت معناها تقول لك لا انا ما نتحملش مسؤوليه ما بعد 2011 وتخرج لي قانون مصالحه في عام 2016 ولا 17 تفسخ اللي قبل 2011 معناها شويه لوجيك معناها لهالدرجه معناها ما يهمكمش واعطيكم اختراسي واضرب هذه حاجه الحاجه الاخرى اللي صاير توا معناها الحلول يحبوا يلقاها في إطار كلاسيكي السيستيم يعني الحلول اللي يستنبطوا فيها لإنقاذ الاقتصاد بيناتهم ما عندهم هما إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ الفاعلين حاليين في الاقتصاد اللي هما متسببين في التقهقر متاع الاقتصاد نعاود نفهمكم بالفليقي كما قال صديقنا الاقتصاد بالفليقي معناها الناس اللي تسببوا في الكارثة واللي هما هزونا للهاوية هما بيدهم الزيلوا فاعلين وإنقاذ في مخهم إنقاذ الاقتصاد التونسي يمر بإنقاذ مؤسساتهم وإنقاذ أفرياتهم وإنقاذ البزنس متاعهم علاش نقول هكا خاطر كان جات حكومة معناها دو زوميور كما نقولوا ولا عندها مشكلة وعندها على شافة الإفلاس تحرر كومبليتمون الاقتصاد شو معناها تحرر؟ معناها تنحي الرخص الصغار معناه أي إنسان يبتكر فكرة صغيرة المشروع صغير اللي فهم مشاريع لو تنجم تنطلق بألفين وثلاثة آلاف دينار هذوما تحررهم ما تعمل لهمش الرخص وما تعمل لهمش الباركور ذاك أدمينيستراتيف
وتنظف إدارة.